دي اول حصه يا جماعه من الامبريولوجي. الامبريولوجي بتاعك السنه دي اللي هو كتاب السبيشال امبريولوجي بيتكلم عن ايه؟ اقول لك كده ملخص الكتاب في الاول. كتابك بتاع السبيشال امبريولوجي السنه دي ده بيتكلم عن ديفلوبمنت بتاعه السيستم بتاعك. طيب اول حاجه في الكتاب هيتكلم عن الديفلوبمنت بتاع الهيد والنيك. في حاجه كده اسمها امبريولوجي اوف ذا هيد اند نيك، ده بندرس فيها الديفلوبمنت بتاع ايه؟ بتاع الحاجات اللي في الهيد، يعني زي مثلا شكل الوش، الفيس، التنج، الثايرويد جلاند، الاير. ها؟ الحاجات دي معايا هدرسها تبع عنوان الامبريولوجي بتاع الهيد والنيك. في الاول خالص ها حاجات بتاعه الهيد والنيك. ومع الهيد والنيك هتدرس معاها في نفس الشابتر كده ديفلوبمنت بتاع الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم ده يعتبر الهيد والنيك، والريسبيراتوري سيستم ده معايا ده ربع الامبريولوجي. يعني الهيد والنيك والريسبيراتوري، الريسبيراتوري دي صفحه. ماشي؟ ها ده يعتبر ها ربع الكتاب. لو خلصت الهيد والنيك والريسبيراتوري انت خلصت كده حوالي ربع الامبريولوجي. ده كام صفحه تقريبا؟ يعني لو انا كاتبهم لك هكاتبهم لك في ورقه حوالي 12 صفحه. ها ربع الامبريولوجي حوالي ايه؟ 12 صفحه. وفي حاجات مهمه فيها بتحفظها، في حاجات يعني 12 صفحه دول فيهم حاجات مهمه. بعد كده في الديفلوبمنت بتاع السيستم، في عندي ثلاثه سيستم بعد كده. ديفلوبمنت بتاع الدايجستيف سيستم، ها دي حاجه، والديفلوبمنت بتاع اليورينري سيستم، والديفلوبمنت بتاع الكارديو فاسكولار سيستم. دول ثلاثة سيستم، كل واحد من دول شابتر. كل واحد من دول ايه؟ شابتر كده. طيب دول يعتبروا ثلاث ارباع. في حاجة بقى في صفحة في الآخر كده يقول لي الديفلوبمنت بتاع السكال. هنقراها في صفحة. ديفلوبمنت بتاع الفيرتبرال كولم، دي صفحة. ديفلوبمنت بتاع السباينال كورد. ها دي صفحة. معايا؟ ها ثلاث حاجات. طيب في حاجتين بقى ساعات يقولوهم وساعات لا، حاجات فزلكة كده. ديفلوبمنت بتاع الاي والديفلوبمنت بتاع الاير ككل، ساعات يقولوها لوحدها كده. غالبا دول ممكن نشرحهم وفي الاخر في اخر السنه يقول لك دول مش مهمين. مش هيتذاكروا. ماشي؟ فانت هتذاكر ايه؟ ايه الامبريولوجي بتاع ايه السنه دي؟ معايا الديفلوبمنت بتاع الهيد والنيك. هنمشي شابتر شابتر كده. في الشابتر الاولاني بتاع ايه؟ الهيد والنيك ها والريسبيراتوري. معايا؟ ها. الشابتر الثاني دايجستيف. الشابتر الثالث يورينري. الشابتر الرابع كارديو فاسكولار. بعد كده في الاخر خالص ها ممكن نقول ثلاث صفع كارديو فاسكولار ها اللي اسف في السكال والايه؟ والفيرتبرال كولم والسباينال كولم. معايا؟ لو شرحنا الاي لو قالوهم في المحاضرات اي واير هنقولهم. اي ودي ده المنهج بتاع المنهج بتاعك ده بتاع الامبريولوجي. يعني لو انت يعني ده يتعدى 60 60 صفحه دول فيهم حاجات مهمه، فيهم صفح مهمه وفي صفح مش مهمه. في حاجات بتتحفظ هقول لك احفظها، دي بتيجي في الامتحان، وفي حاجات للفهم. في حاجات للفهم، فالموضوع سهل لو انت ذاكرت من اول السنه كده. في حاجات معروفه ان دي بتيجي في الامتحان في السبيشال امبريولوجي. معايا؟ فذاكر من اول السنه هتلاقي الكلام سهل، زي الموضوع ايه؟ سهل. تمام؟ ده بصفة عامة ده المنهج بتاعك، ده المنهج بتاع السبيشال امبريولوجي، مش كتير ولا حاجة معايا ومش صعب ولا حاجة، بس عايز مذاكرة، وفي بعض الحاجات عايزة حفظ. هنقعد إيه؟ هقول لك تحفظها إزاي معايا. هقول لك نقعد نحفظها إزاي، تمام؟ ده المنهج، ها. طيب، النهاردة هنبتدي أول حصة، أول الشابط الأولاني ده هناخده في ثلاث حصص. يعني الهيد والنيك مع الريسبيراتوري دول، ها، هنقولهم في حوالي ده ربع الامبريولوجي. ها في حوالي ثلاث حصص. الهيد والنيك ها مع الريسبيراتوري، الريسبيراتوري ده حاجه صغيره يعني. ماشي يا اولاد؟ ها خليك معايا. الديفلوبمنت بتاع الهيد والنيك بيبتدي بحاجه اسمها الفارينجيال ارش. فارينجيال او برانكيال ارش، ها خليكم معايا بقى. خليكم معايا ايه؟ ها ركزوا معايا في الكلام اللي بقوله. فارينجيال او ساعات يقولوا عليها برانكيال ارش. برانكيال دي تساوي كلمه نيك. ها وفارينجال برضه في الامبريو يعني نيك، رقبه. برانكيال او فارينجال ارش، يعني فارينجال ارش بتظهر في رقبه الامبريو.
فارينجيال او برانكايال. احنا عايزين نشوف شكل الامبريو عامل ازاي. ده شكل الامبريو بتاعنا بعد الفولدنج، بعد حاجه اسمها الفولد. احنا درسنا في سنه اولى كتاب الجنرال امبريولوجي، طبعا ده ممكن ما ذاكرتوش وممكن لو ذاكرته مش فاكره، مش هنحتاج في حاجات كتير، بس عايزين نفتكر كده كان في حاجه اسمها فولدنج. الفولدنج دي كانت بتحصل في الفورث ويك. بعد الفولدنج شكل الامبريو عامل كده. الكلام ده شكل الامبريو عند بعد عند الفورث ويك، في نهايه الفورث ويك والفيفث ويك من الحمل. شكل الامبريو عامل ازاي في الوقت ده؟ ها بصوا يا اولاد خليكم معايا. الامبريو ده شكله عامل ازاي؟ عباره عن كلكعه فوق اسمها فور برين سويلنج. فور ليه سموها الاسم ده؟ لان ورا هنا دي في انبوبه كده اسمها نيورال تيوب. نيورال تيوب دي على فكره هتكبر، ها الاجزاء اللي فوق دول هيكبر ويبقوا البرين. فبيسموا الحته اللي فوق دي اسمها فور برين سويلنج. يعني في مكان البرين، اه مكان البرين هنا. طيب الحته اللي تحت دي اسمها ايه؟ اسمها بيريكارديال سويلنج. بيريكارديال سويلنج على اساس ايه؟ هنا إيه في هارت؟ اه بيبقى اسمه هارت تيوب، لسه انبوبه. يبقى هنا في هارت. ها فور برين سويلنج، ها وبيريكارديال سويلنج. وجوه الامبريو في حاجه اسمها نيورال تيوب. نيورال تيوب دي قناه هتعمل الجزء الفوقاني فيها البرين والجزء التحتاني سباينال كورد. وحاجه كمان موجوده في الامبريو في الوقت ده اسمها الجات. ايه الجات دي؟ القناه الهضميه. الجات القناه الهضميه اه، وبتبقى في الوقت ده ما فيهاش لا معده ولا انتستين ولا اي حاجه. امال عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث اجزاء، جزء فوق ها فوق خالص، وجزء في النص، وجزء تحت. وانا سمعت عليهم في سنه اولى وياما سمعت على الثلاث اجزاء دول. الجزء اللي فوق ده هيقول اسمه فور جات، والجزء اللي في النص ده ميد جات، والجزء اللي تحت ده هيقول ايه؟ هايند جات. ها بعد يبقى دلوقتي بعد الفور شكل الامبرو عامل ازاي؟ شرح الامبرو كده عامل ازاي؟ اهو ده امبرو. ها عباره عن ايه؟ ها فور برين سويلنج وبريكارديال سويلنج. ها جوه الامبرو جواه بقى ها في حاجه اسمها ايه؟ نيورال تيوب. ليه سموا الحته اللي فوق دي فور برين سويلنج؟ ها هيتكون فيها البرين. ها سموا الحته دي بريكارد، هنا هيتكون هنا الهارت، هو متكون الهارت. ها تمام. جوه هنا في نيورال تيوب. نيورال تيوب دي عباره عن تيوب كده، الجزء الفوقاني فيها هيبقى البرين والجزء التحتاني هيبقى السباينال كورد. ها وفي حاجه اسمها الجات. الجات لغايه دلوقتي متقسمه ايه؟ فور جات وميد جات وهايند جات. ده تكوين الامبريو مش حاجه ثانيه. ده الامبريو في الوقت ده. الامبريو عباره عن كده، مكان القلب، والقلب بيتكون هنا على شكل تيوب، مكان المخ ها معايا، مكان نيورال تيوب والجات. ما بين الفور برين سويلنج والبريكارديال سويلنج بيسموا الحته اللي في النص دي نيك او فارنكس. نيك او فارنكس ها بيبتدي يطلع بقى فيها ها هنا ستة ارش، ستة فارنجيال ارش، نقول عليهم برانكيال او فارنجيال ارش. ده الموضوع الاولاني فارنجيال ارش. لو انا بصيت على الامبريو في الوقت ده من قدام، شايف ده شكل الامبريو من قدام، يعني الامبريو ده سايد فيو. الامبريو المنظر الثاني الرسمه دي ده فرونت. ده فرونت. تمام؟ انا باصص على الامبريو من قدام، شايف ايه؟ خلي بالك لا شايف وش ولا بتاع، انا مش شايف وش ولا عينين ولا مناخير ولا بق ولا اي حاجه، انا شايف ايه؟ حته كده اسمها فور برين سويلنج. ها وشويه ارشات، ارشات دول عباره عن حتت كلاكيع طالعه في النك. ها والبريكارديال سويلنج. عندي كام ارش؟ هما ستة، أول ما بيطلعوا ستة، بس رقم خمسة بيحصل له ديجنريشن. بدري بدري. ها هما ستة، واحد، ده واحد ده بيتقسم جزئين هنقول دلوقتي، ده كل ده واحد. ها اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة مستخبي، خمسة معايا وبيحصل له ديجنريشن، وستة، ستة صغير خالص. عندي كام ارش؟ هما ستة، أول ما طلعوا بيبقوا ستة، بس رقم خمسة بيحصل له ديجنريشن بدري بدري. ستة ارش، طيب، عايزين نعرف تكوين إيه الأرش دي؟ ده شكلها عباره عن ايه؟ ده بروزات، حتت بارزه. الارش دي ما هي الا حتت كلاكيع. طب كلاكيع من ايه؟ ها كلاكيع من ايه؟ يعني الامبريو ده عنده كلكيعه هنا، تحتها كلكيعه، تحتها كلكيعه، سته. كلاكيع من ايه؟ ها من بون؟ هل من مصل؟ هل من كونكتيف تيشو؟ هل من فاشيا؟ ها كلاكيع من ايه؟ هو الامبريو دلوقتي عباره عن ايه؟ قال لك تعالى نحلل الارش، خليكم معايا. تعالى نحلل الارش، نعمل ايه؟ عايزين نخش جوه الارش. عايزين نخش جواه. انا شايف حته كده الامبريو، حته دي مكلكعه اهي من بره. الارش ده عباره عن ايه؟ ها ممكن نقعد بقى يا جماعه اقعد اتفضلوا.
الارش ده عباره عن ايه؟ عايزين نحلله من جوه، نشوف الارش ده عباره عن ايه. قال لي عشان تحلله اعمل في الارش دي حاجه اسمها كرونال سيكشن. الرسمه دي، الرسمه دي، الرسمه دي هقول لك عليها، ده كرونال سيكشن. بصوا يا انا عندي 1 2 3 4 6 5 بيحصل له ديجنريشن. خلاص يا جماعه، انا عايز كله معايا منتبه، بلاش تتكلموا. عندي كام ارش؟ ها، 1 2 3 4 6. انا عايز اخش جوه الارش اشوف الكلاكيع دي جت منين. قال لي ده الامبريو في الوقت ده ما فيهوش لابون ولا مصل ولا اي حاجه، امال عباره عن خلايا. خلايا اسمها ايه؟ ها، قال الخلايا اللي بره في خلايا هنا. الخلايا دي اسمها اكتوديرم. والخلايا اللي في النص، في خلايا في النص، الخلايا دي اسمها ميزوديرم. وفي خلايا جوه، خلايا اسمها ايه؟ اندوديرم. المنظر ده ازاي؟ ها، المنظر ده ازاي؟ ده كرون، يعني ايه كرونال سيكشن؟ عملت ايه؟ فاهم عملت ايه؟ قطعت كده. وده ناحيتين النك، يعني دي ناحيه ودي ناحيه، يعني ده ايه؟ ده ايه؟ المدار ده. والناحيه الثانيه ده ايه؟ الشمال دي، ها، الناحيه دي. عملت حاجه اسمها ايه؟ كرونال سيكشن. لقيت الامبريو او الارش في الوقت ده عباره عن خلايا اكتودير وخلايا ميزودير، ها، وخلايا ايه؟ اندودير. والارش عباره عن ايه يا جماعه؟ ايه تعريف الارش؟ ها، سيكنينج في الخلايا الميزودير. خلايا الميزودير دي تخنت، عملت لي حاجه اسمها الفارنجيال ارش. ها، انتوا معايا ولا لا؟ صحيين ولا نايمين؟ ها، صحيين؟ اقول تاني، اقول تاني. عايز الشريط من الاول تاني. حاضر. بص معايا الام، ها، يا ريت تركز معايا، تركز معايا، ها، ماشي. بص معايا الامبريو، الامبريو، ها، بعد ما حصل حاجه اسمها فولد انتنى، الامبريو بقى شكله عامل كده. عباره عن ايه الامبريو في الوقت ده؟ عباره عن مكان للراس، ها، اقول لك كده بالعاميه، مكان الراس ومكان القلب وفي حته في النص اسمها نيك، ها، نيك دي برانكيال. طب دخلنا جوه، دخلنا جوه الامبريو، عايز اخش جواه، لقيت جواه في حاجه اسمها نيورال تيوب. نيورال تيوب ده ايه؟ انبوبه، ها، متكونه قبل الفولد وبتعمل حاجه اسمها البرين فول. البرين ده ليه ثلاث اجزاء، فور برين وميد برين، لسه ما اتكونش. فور برين وميد برين وهايند برين، هي الرسمه دي. وفي حاجه انا اهو اسمها الجت. ايه الجت دي؟ القناه الهضميه. القناه الهضميه في الوقت ده عباره عن ايه؟ فيها معده ولا فيها انتستين ولا فيها كولون ولا فيها اي حاجه؟ امال عباره عن ايه القناه الهضميه؟ عباره عن حاجه اسمها الجلط. امال الجلط دي عباره عن ايه في الامبريو في الوقت ده؟ ها، فور جلط وميد جلط وهايند جلط. فور وميد وهايند. ها، عند النيك، عند منطقه النيك، عند الابر بار، يقول عليها الحته دي كرينيال بارت اوف فور جلط. ها، احنا عند الاخر اعلى حته في الفور جلط فوق خالص. هلاقي دي رقبه الامبريو، رقبه الامبريو، بصينا على الامبريو كده من بره، ها، ده الامبريو ده سايد فيو. انا بص عليه سايد فيو، ها، في النك كده بيظهر حاجه كلاكيع كده اسمها ارش. كلاكيع دي عباره عن ايه؟ خلايا ميزوديرم بتخلق. خلي بالك الامبريو دلوقتي ما فيهوش لابون ولا مصل ولا فاشيه ولا اي حاجه، خلايا عباره عن حته تخينه في الميزوديرم. طيب بصيت للامبريو ده من ده كده سايد فيو، بصيت له من قدام لقيت المنظر ده. لو كانك باصص لك من وشه، مفيش عينين، مفيش مناخير، مفيش بق، لسه مفيش اي حاجه، عباره عن حاجه اسمها فور برينس ويلينج، عباره عن حته اسمها بريكارديال سويلينج، وحته في النص دي الرقبه، ها، عباره عن ايه الرقبه دي؟ فيها كلاكيع على الجنبين، على التو سايد. اسمها ايه الكلاكيع؟ الحتت دي حتت بارزه، الحتت دي بروزن، ها، اسمها ايه الحتت دي يا عم؟ اسمها فارينجيال ارش او برانكيال ارش. عددهم كام؟ 6، بس 5 بيحصل له ديجنريشن. طب عايز اخش جوه الارش اشوف تكوينه، يا ترى الارش ده بيتكون من ايه؟ ايه اللي عامل لي كلاكيع كده جوه؟ قال لك اعمل حاجه اسمها كرونال سيكشن. المنظر ده، اعمل حاجه اسمها كرونال سيكشن، تلاقي كل ارش عباره عن خلايا في النص اسمها خلايا ميزودير، وخلايا من جوه اسمها اندودير، وخلايا من بره اسمها ايه؟ اكتودير. اكتو، ها، وميزو واندو. خلايا ايه؟ اكتو وميزو واندو. المنظر ده ازاي؟ يعني ايه كرونال؟ عملت ازاي المنظر ده كرونال؟ من الحته دي قاطع كده، ها، وده ناحيتين، دي ناحيه اليمين يعني الحته ده اهي، ادي كرونال بتاعها، ها، والحته ده اهي، ادي الكرونال بتاعها. لقيت المنظر ده، لقيت الايه؟ المنظر ده، ده كرونال سيكشن، ها، في الرسمه دي كده تحت عنوان ده كرونال سيكشن في الايه؟ في الارش. الارش عباره عن ايه؟ ها، اندو، ها،
وميزو ها وايه وايكتودي في الوقت ده تمام. طيب عرفت الفارينجيال ارش عباره عن خلايا، قال الارش حتت تخينه كده مكلكعه عددهم سته بس خمسه بيحصل له ديجنريشن. قال لي طيب من بره الاكتوديرم ده في حتت ديبريشن كده فيه، تسميها ايه الحتت الديبريشن دي؟ قال لي لها اسمها ايه؟ ها قال لك اه دول عددهم اربعه، اربعه مش خمسه، واحد اثنين ثلاثة أربعة اسمهم فارينجيال كليفت. إيه الفارينجيال كليفت دول؟ ده ديبريشن ها ديبريشن بره في الإكتوديرم ما بين الأرش. عددهم كام كليفت؟ كليفت يعني ده ديبريشن. عددهم أربعة ها قول. نعم أدي الأرش أدي واحد أدي اثنين أدي ثلاثة أدي أربعة أدي ستة، الأرش كل كعدي. ها ما بينه بقى من بره. ها في ديبريشن أدي الأرش أهو. الارش الحته دي على بعضها، الارش ده ديبريشن اهو ما بين الارش. عددهم اربعه، اسمهم ايه الاربعه اللي من بره دول يا اولاد؟ اسمهم فارينجيال كليفت. معايا كده؟ ها؟ طب لقيت الكليفت ده ايه؟ اكتوديرم ولا نوع ايه؟ كليفت. خلايا اكتوديرم. طب من جوه ها؟ بص معايا من جوه، لقيت في ديبريشن برضو ما بين الارش، خلايا اندوديرم بس عددهم خمسه. خمسه مش اربعه. ها عددهم خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، اسمهم ايه اللي جوه الدبريشن ده؟ اسمه فارينجيال باوتش. اسمه فارينجيال ايه؟ باوتش. الارش الكلكي عليه. ما معنى فارينجيال كليفت؟ ما معنى فارينجيال كليفت؟ الدبريشن. ما معنى الفارينجيال باوتش؟ الدبريشن ده. اندو دير. فارينجيال كليفت اكتو، الفارينجيال باوتش اندو. معايا يا جماعه؟ ها حد مش فاهم يعني اقول تاني؟ قول تاني ها لو انت مش فاهم ايه الارش دي اقول لك. فارينجيال ارش ها حتت بالعربي بالعاميه حتت تخينه في منطقه الرقبه بتاعه الامبريو. مين اللي عملها؟ خلايا ميزوديرم. خلايا ميزوديرم تخن ها بالعاميه خالص، تعالى نقولها بالعاميه، حتت تخينه في رقبه الامبريو. هو الامبريو ده ليه رقبه؟ اه هو الامبريو في الوقت ده عباره عن ايه؟ اللي كده بالعاميه ها راس، مكان الراس، مكان القلب، وفي النص رقبه. في الرقبة دي ها عبارة عن ايه؟ في الرقبة دي مش سموس، امال فيها ايه؟ فيها كلاكيع، كلاكيع دي اسمها ايه؟ فرنج. كام كلكيعة؟ ها في الرقبة كام كلكيعة؟ أول ما اتخلقوا ستة، واحد كلكيعة هنا، واحد يمين واحد شمال، اثنين ها ثلاثة لغاية ستة. خمسة ديجنريت ها. طب الكلكيعة كل كلكيعة من دول أهو، لقيت واحد عنده كلاكيع حلو، عايزين نشوف تكوينها جوه ايه؟ هل هي فصل؟ هل هي بون؟ هل هي فاشية؟ هل هي ايه؟ حاجة من دول؟ لا ما ولا حاجة من دول. امال الكلكيعه دي عباره عن ايه؟ خلايا ميزودير، ومن بره اكتودير ها ومن جوه اندودير. عايز اسالك ايه؟ اتفضل. لا والله بصي يعني تاكدي كل كلمه انا بقولها لك صح. اربعه هم بفرنشال باوتش، خمس حتى كتاب الاسم بتاعك ده اقري بعد كده هيقول لك الخامس باوتش بيطلع كذا. يعني هو كاتب اربعه، هم خمسه باوتش واربعه كليف. ماشي وانت لو هتذاكر الكتاب بصي هيقول لك ايه؟ يعني هما قال لك اربعه، بعد شويه هيقول لك الخامس باوتش بيطلع كذا. ها ماشي هقول لك ايه الخامس باوتش. تمام؟ ها ماشي يا جماعه بص معايا. خلاص؟ ها بصيت معايا الكلام ده؟ ادي ايه؟ ها فرنجال ارش ده عباره عن ايه؟ شويه ها شويه اولاد لقوا ايه؟ بص بقى. شويه ها بعد شويه في اخر الاسبوع الخامس خليك معايا بقى. لقوا ان الميزودير ده بيطلع فيه حاجه. اسمع بقى معايا الحته دي، ها عرفت يعني ايه فارينجال ارش وكليفت وباوتش. شويه يا جماعه لقوا الميزوديرم ده بيتكون فيه ثلاث حاجات. ها الميزوديرم ده لقوا الميزودير فيه ثلاث حاجات بيتكونوا جوه الميزودير. ايه بقى الحاجات الثلاث حاجات دول؟ لقوا ثلاث حاجات. ها لقوا في كارتريج ها اتكون جوه الميزودير. كارتريج ها ماشي ماله. وشويه ها لقوا جنب الكارتريج ده بيتكون نيرف. ها وشويه ها لقوا كمان في الميزودير ده بيتكون ارتري. ها جوه الميزودير ده في كل ارش لقوا فيه كارتريج ها ولقوا فيه نيرف ولقوا فيه ارتري. الكارتريج ده متكون من ميزودير، الكارتريج ده هيتحول بعد كده إلى ستراكشر بون وليجامنت ونسميها سكليتال. تاني خليك معايا ها
شويه لقوا الميزوديرم هيتجوز جواه ايه؟ كارتريج. ها؟ ونير ها؟ وارتريج. الكارتريج ده ها؟ هيتحول بعد كده الى بون، ولا مش هيتسميه كارتريج. هيتحول الى بون او نسميه سلال. هيعمل حاجات سكريتال. ها؟ ويتكون حوالين الحاجات السكريتال دي ماسلز. عضلات. الارش الميزوديرم ده هيكون هنا كارتريج. الكارتريج ده الكارتريج اللي هنا ده هيعمل بون ها وليجامين سكريتال. بون وليجامين معناها سكريتال. ها تمام. ومعاهم ها هيكون حواليهم مصر. طب لقوا نيرف في الار، قالوا النيرف ده جاي منين؟ ايه النيرف ده؟ في كل ارش فيه نيرف، النيرف ده جاي منين؟ لقوا ان النيرف ده جاي من الهايند برين. قال لك بس ايه النيرفات طالعه من الفات طالعه من البرين تبقى اسمها ايه؟ من الهايند برين اسمها ايه؟ الهايند برين نيرفات اسمها ايه؟ او من البرين نيرفات اسمها ايه؟ كرانيال. قال لك مين النيرفات اللي رايحه للارش دول؟ دول كرانيال. طب قالوا كرانيال نيرف، قالوا كرانيال نيرف اللي رايح الارش لازم يكون ميكسد. لازم يكون يعني ايه ميكسد؟ موت لانه هيغذي عضلات في الارش ها وسكين حوالين الارش. خلي بالك عضلات وسكين. لازم يكون النيرف ده ايه ميكس. دوروا في الكرانيال نيرف ال 12، قالوا في 12 كرينيال نيرف. يا ترى اساميهم ايه؟ ها تعالى نعدهم كده. واحد اسمه الفاكتوري. اول واحد اول كده نيرف اسمه الفاكتوري. ها تاني واحد اسمه اوبتيك. انا بشرح بالتفصيل الممل شويه في الاول. اوبتيك. ثالث واحد اسمه اوكلوموتور. اوكلوموتور. ها رابع كرينيال نيرف اسمه تروكليار. خامس واحد اسمه تراي جيمينال. وزي ما احنا عارفين دي ثلاث ولاد. ها في سلمك ومبزيلة ومانديبولر. سادس كرينيال نيرف اسمه ابديوسن. سابع الفيشيال. ها الثامن اسمه فيستيبولو كوكليار بتاع السمع. فيستيبولو كوكليار. التاسع اسمه جلوسو ها فارينجيال. العاشر اسمه فيجاس. ال11 اكسسوري. ال12 هايبو جلوسال. يمكن انت قابلت نرفات من دي قبل كده. ايه؟ ايه؟ اللي انا عمال اكتبه على السبوره ده ايه؟ خليك معايا. دول 12 كرينيال نرف. 12 هتحفظهم كتير قوي السنه دي، هتقولهم كتير قوي. اول واحد ها والفاكتوري، ثاني اوبتيك والفاكتوري بتاع الشم، ثاني واحد اوبتيك بتاع الفيجن، ثالث واحد اوكلوموتور بيحرك العين، سمعت عليه في سنه اولى ممكن. تروكلير ما سمعتش عليه قبل كده بيحرك العين برضه بس بيغذي عضله واحده. ترايجيمينال مقسوم لثلاثه. ابديوسن بيحرك العين برضه ما سمعتش عليه كتير في سنه اولى. فيشيال سمعت عليه كتير. ها معايا؟ فيستيبلو كوكلير، فيستيبلو كوكلير بتاع الودان. ودان دي على فكره مسؤوليتها حاجتين اتنين، بتسمع كوكلير وفيستيبولار اتزان. ها فيستيبلو كوكلير. ها جلوسو فارينجيال. ها رقم تسعه. ها بتاع بيروح الطنج وايه والايه والفرنك. 10 فيجاس سمعت عليه كتير. 11 اسمه اكسسوري سمعنا عليه حتى ها معانا في ايه في الاناتومي. هايبو جلوسال 12. النيرفات دي ها لقوها ايه؟ لقوا النيرفات دي تعالى نحللها. اول نيرف اولفاكتوري ده سنسوري بس. اوبتيك تاني واحد سنسوري بس، الاثنين دول بتوع سبيشال سنس. اوكلوموتور الثالث ها موتور بس. التروكلير الرابع موتور بس. موتور فقط. سنسوري سنسوري موتور موتور. ولا واحد دول ينفع للقرش. ها اوفسالميك الاوفسالميك هنا سنسوري بس. الماكزيلري سنسوري بس. ها المانديبولر اول واحد ميكسد. اول كرينيا نيرف ميكسد اسمه ايه؟ ها مانديبولر. اول واحد ميكسد. ها الابيوسن موتور بس. ها الفيشيال ميكسد. تاني واحد ميكسد اسمه فيشيال. ها الفيستيبلو كوكلير، الفيستيبلو كوكلير سنسوري بس. بتاع سمع. ها سمع ده سنسيشن. ها سنسوري بس. جلوسو فارينجيال ميكسد. تالت واحد ميكسد. ها معايا جلوسو فارينجيال ايه؟ ميكسد. معايا ولا مش معايا؟ تايهين؟ كريان نيرف بنحلل الكريان نيرف. ها اقول تاني انا هقولهم تاني انا بكتبهم بس. نعم الكلام ده تبع ايه؟ هقول لك انا تبع ايه؟ لا الكلام ده مش بك... بس عشان افهمك حاجه هنطلع في الاخر هقول لك افهمك حاجه بقى كده.
ماشي معلش يعني امشي معايا واحده واحده. عايز اقول لك المعلومه بالتدريج، بص معايا ها. جلوسو فارنجيا نيرف ده ميكس، يعني نيرف ده موتور، اما تدرسيه في الايد والنك هندرسه لسه. موتور وسجلت عضلات وبيدي احساس. ماشي ميكس. الفيبس يا جماعه ميكس. الفيبس ميكس. الفيجاس ها ميكس. الاكسسوري ها موتور بس. الهايبوجلوسال موتور بس. تاني هقول تاني بقى، هقول تاني يا ريت تركز معايا الولاد اللي ورا. عندي 12 كريان نيرف ها. طيب 12، اول واحد اولفاكتري. اولفاكتري ده بتاع ايه؟ اولفاكتري ده بتاع الشم، بتاع سنسيشن فقط. اولفاكتري ما بيعملش حاجه غير سنسوري. تاني واحد الاوبتيك سنسوري بس. تالت واحد الاوكلوموتور. الاوكلوموتور ده بيحرك العين موتور بس. ها تروكلير، تروكلير ده يا جماعه بيحرك العين برضه بس بيغذي عضله صغيره موتور بس. ترايجيمينال، ترايجيمينال ثلاثه، في سلمك وماكسيلاري ومانديبولار. في سلمك بيور سنسوري، ماكسيلاري بيور سنسوري، مانديبولار ها ميكسد. ها ميكسد، خليك معايا ميكسد. الابيوسنت نوع ايه؟ في كرينيف رقم 6 اسمه ابيوسنت موتور بس. موتور فقط ها. الفيشيال ها نوع ايه؟ ميكسد. ميكسد ها. الفيستيبلو كوكلير ها نوع ايه؟ بتاع سمع بس، بتاع بسمع واتزان، ده سنسوري بس ها. جلوسو فارنجل ده نوع ايه؟ ميكسد، ويدي عضلات في الفارنكس وسنسوري في الحته بتاعت الفارنكس. جلوسو فارنجل. فيجاس ميكسد، الفيجاس على فكره بيدي موتور عضلات وسنسوري. فيجاس ميكسد ها. الاكسسوري موتور بس، الهايبوجلوسال موتور بس. في قاعدة بقى، النيرف اللي رايح للقرش لازم يكون ميكسد. مين النيرفات اللي رايحة للقرش بقى؟ أول قرش النيرف بتاعه اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ اختار أنت بقى، أنا عايزك تختار النيرف بتاع أول قرش يبقى اسمه إيه؟ اختار أنت، مانديبولار. طب تاني قرش النيرف بتاعه اسمه إيه؟ فيشيال. طب تالت قرش النيرف بتاعه اسمه إيه؟ جلوسو فارنجيال. طب رابع ارش النيرف بتاعه ايه؟ فيجاس. برانش من فيج اسمه، حتى ما بتكتب في الكتاب كده سوبيريور لارنجيال. سوبيريور ها لارنجيال. طب سادس ارش النيرف بتاعه ايه؟ جاي من الفيجاس برضه، نيرف اسمه ريكارنت لارنجيال. الفيجاس ها بيدي نيرف للرابع ارش وسادس ارش، الخامس ارش ديجنريتد. مين النيرف اللي رايح للارش؟ ها مين النيرف اللي رايح للارش؟ كرينيال نيرف ميكسد. يعني انت كده هتقرا ايه؟ اول ارش النيرف بتاعه مش معنى مانديبولار، مش معنى خده مانديبولار، يعني اول ارش النيرف بتاعه اسمه مانديبولار لانه اول واحد ميكس. طب تاني ارش النيرف بتاعه فيش، فيش ده رقم، مش معنى فيش، معنى الفيش ها، مش معنى الفيش رقم 7 لانه تاني واحد ميكس. ها طب تالت ارش جلوسو فارنجيال ها النيرف بتاعه، مش معنى جلوسو فارنجيال بتاع تالت ارش ها لانه تالت نيرف ميكس. ميكسد يعني ايه؟ موتور وسيف. القرش ما يروحلوش نيرف موتور بس ولا سنسوري بس، ميكسد وكرينيال نيرف. لقوا ان كل قرش ها في نيرف، النيرف بتاعه ده ميكسد. النيرف بتاعه ده ايه؟ ميكسد ها، اللي فيه كارتريج ها وفي نيرف وفي حاجه كمان في القرش ها. معايا كده عرفنا النيرفات هي ايه؟ اول قرش النيرف بتاعه ايه؟ ها؟ مانديب. تاني قرش النيرف بتاعه ايه؟ فيشيال. احفظ معايا الكلام. ثالث قرش النيرف بتاعه ايه؟ جلوسو فارين. رابع قرش النيرف بتاعه ايه؟ سوبيرو لارينجيال ذا برانش من فيجاس. ها واخر قرش سادس، مفيش خامس. سادس قرش النيرف بتاعه ايه؟ ريكارنت لارينجيال برانش من فيجاس. في جدول كده في الكتاب ده المهم هقول لك عليه دلوقتي. في جدول مهم جدا جدا ده اللي هنحفظه. كل قرش في نيرف يا جماعه ميكس. طب في كل قرش في ارتري. الارتري ده جاي منين؟ الارتري ده في ارتري جاي منين؟ في الامبرو في حاجه غريبه جدا، هنا الهارت. بص معايا في الامبرو يا جماعه، هنا في الحته دي الهارت. طالع من الهارت هنا اهو اورطه. ها اتفضل. اسم خمسه توتو زور دول كلهم موتور بس قبل كده بيدي سنسور. معايا هو معلش على فكره الفرنجة الارش دي لو انت مذاكر هيد ونيك كويس هتلاقيها سهله جدا. لو انا خلصت كتاب الهيد ونيك هلاقيها سهله جدا، نفهم الفيشن ميكس وفاهم الجلوسو فارنجيال ميكس، بس النيرفات بقول لك عليها دي اما نذاكرها هيد ونيك تفتكر انها ميكس. هقول لك ساعتها ان الجلوسو فارنجيال ده ميكس.
فيشيال، هو مش موتور بس، فيشيال شهير ان هو موتور، انما في سنسور معايا. كل النيرفات اللي بقول لك عليها دي ميكسد. لا البرانش بتاع الفيشيال اللي هو البرانشات اللي في الفيس دي ممكن، بس قبل الفيس بيدي سنسيشن. الفيشيال قبل ما يروح الفيس بيدي سنسيشن. هنعرف الكلام ده بقول لك في الهيد والنيك. تجري النيرف الفي، لا كويس اسال. فيشيال نيرف يا جماعه ميكسد ماشي، فيشيال نيرف ميكسد. ها بص معايا، ها خلاص يا جماعه، ها في كل ارش في ايه كمان يا ولاد؟ في ارت. الارت ده جاي منين؟ في الابرو في حاجه غريبه قوي. في الارت هنا طالع منه اورطه في الحته دي، وفي الاورطه ده في اورطه تاني ورا هنا. الامبريو ده في عنده اورطه امامي واورطه خلفي. اورطه ها ما عندناش الكلام ده، لا في الامبريو في كده اورطه امامي واورطه خلفي. شكل الاورطه في الامبريو زي الرسمه دي. ها الحته ده اهي القدامانيه دي اسمها الاورتيك ساك. ها واللي ورا دول اتنين بيبقوا اتنين دورسال اورطه وبيتحدوا مع بعض. اورطه امامي ده طالع من الهارت، يا ريت تركزوا معايا. في الامبريو في عنده حاجه اسمها اورتيك ساك، اورطه امامي، وفي اتنين دورسال اورطه. ما بين الاورطه الامامي والدورسال اورطه ها بيربطهم ببعض واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، اسمهم اورتيك ارشز. هم دول الارتراف اللي هنا بيربط الاورطه الامامي بالاورطه الخلفي، حاجه اسمها اورتيك ارت. دول الارت اللي هنا، ده الارت اللي فين؟ ها ورقم خمسه برضه بيحصل له ديجنريشن. يبقى انا عندي ها انا عندي دلوقتي في كل ارش لقينا في ايه؟ ها هعيد الشريط من تاني. لقينا في كل ارش في ايه بقى؟ لقينا في كارتج. كارتج ده ها شايفين هيعمل ايه؟ حاجات جديده ها وهيعمل حواليه مصر. كارتج ده هيعمل حاجات، هيطلع منه دريفاتيف سكريتال ومصل. لقينا نيرف، النيرف اللي في القرش ده ايه؟ نيرف جاي منين؟ من البرين. نيرف ده كرينيال نيرف ميكسد. لقينا ارتري، الارتري اللي في القرش ده بيعمل ايه؟ بيربط الاورطه الاناني ها بالاورطه الخلفي، واسميه ايه؟ عندي اورتيك ارشز. تاني لقينا في كل، اتفضل. هو مش حضرتك بتقول ازاي ستة اورتك ارشز وخمسة ما هو لا خمسة ده ديجنريت. بصوا ما ستة بيبقى أول حاجة بيبقوا اتخلقوا ستة. خمسة في كل مرحلة ديجنريت. يعني خمسة ده مش هيعمل، هقول لك خمسة هيعمل إيه دلوقتي؟ خمسة ده مش هيعمل رقم خمسة، ما فيش خمسة. ماشي ها خلاص يا جماعة ها دي الاورتك ارش طبعا. بتربط الاورطة الاناني ها بالاورطة الخلف. تاني اقول تاني من الاول، هعيد تاني من الاول. ها تاني يا ولاد تاني، انا عايز ناس مركزه معايا. انا عندي بعد اللي لقينا الامبرو هنا شكله ها كلكيعه مكان الراس ومكان القلب ها في الرقبه ها في ست كلاكيع اسمهم فارنجال ار، خمسه بيبقوا ديجنريت. الارش ده ها لقينا شكله كده في الكورونال سيكشن. هلامي سودير بص ها اكتو ها واندو. جوه الدبريشن هنا اسمه باوتش، واللي من بره ده اسمه كليف. من بره الارش نفسه، الارش نفسه في الميزوديرم بتاعه اتكون ثلاث حاجات ها كارتريج، هيبقى حاجات سكريتال ها نيرف ها نيرف معايا. النيرف ده جاي منين؟ ايه النيرف ده جاي منين؟ كرينيال نيرف. كرينيال نيرف ايه؟ ميكسد. كرينيال نيرف ايه؟ ميكسد ها معايا. وارتري، الارتري ده جاي منين؟ الارت ده بيربط الاورطه الاماني ها بالاورطه الخلفي. في الامبريو احنا ما عندناش الكلام ده، احنا قضى لما كل واحد فيه اورطه امامي اورطه خلفي اضحك عليه يقول لك ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ اورطه امامي؟ لا في الامبريو فيه اورطه اماني واورطه خلفي. بيربط الاورطه الاماني بالاورطه الخلفي، بسمي ده اورتك ايه؟ ارش. عددهم سته، خمسه ديجنريت، رقم خمسه بيحصل له ديجنريشن. تمام؟ ها ادي ايه؟ ادي الارش عباره عن ايه؟ تمام؟ لو انا بصيت على القرش بقى ها ديسكريبشن او الشيب بتاعه، قال لي القرش اول قرش ده بيتقسم لاثنين بروسيس. واحد انا بكتب واحد دايما مرتين، واحد ها وتحته واحد، واحد واحد، ده الفيرست قرش. الفيرست قرش ده بينقسم الى اثنين بروسيس، واحد فوق واحد تحت. اللي فوق ده شورت قصير شويه اسمه ماكزيلاري بروسيس. ها اللي فوق ده اسمه ايه؟ ماكزيلاري بروسيس. واللي تحت ده اسمه ايه؟ ها مانديبولار بروسيس. اول ارش هينقسم الى اثنين بروسيس كانه ارشين.
اول قرش هينقسم الى ايه؟ اتنين. ليه هينقسم اتنين بروسيس؟ ايه؟ فكر كده ليه ليه ليه؟ هيبتدي يتكون ما بينهم فتحه. ايوه ده البق. شوف اول حاجه هتتكون لسه مفيش بص مناخير ولا عينين ولا اي حاجه، الدنيا مقفوله مصمطه املس. الامبريو بقى لا عينين ولا مناخير ولا اول حاجه هتتكون ايه؟ اول حاجه هتتكون ها فيرست ارش ينقسم الى مجزلني ومندبلو، ده مكان البق. ها بعد كده ده السكند ارش، ده السكند، ده السكند. ها سكند ارش ها بيسموها هيويد ارش، بيسموه ناحيه عند حاجه اسمها الهيويد وون. الثالث والرابع، الثالث والرابع دول قصيرين بيبقى مش واصلين، قصيرين يعني مش واصلين الميد لاين، بيبقى ما بينهم كده الحته اللي في النص اللي ما بينهم دي بيسموها اخر النك، اخر حته في النك، اخر حته في النك بيقولوا عليها ايه؟ هايبو، هايبو يعني تحت، اخر من تحت، هايبو برانكيال، برانكيال يعني ايه؟ ها ايمينينس. يسموا الحته دي اهي ها هايبو ها برانكيال ايمينينس، هايبو يعني تحت. هايبو يعني تحت، برانكيال يعني لينك، ايمينس يعني حته ها مكلكعه في النص. هايبو برانكيال ايمينس. تمام؟ ده اللي في النص اهو ما بين الثالث والرابع. ده المنظر ده من السادس مستخبي جوه، السادس مش شايفه. سادس ارش مستخبي. ها شكل الارش عامله ازاي؟ ديسكريبشن. اول ارش هينقسم ايه؟ ها الى اثنين بروس، هينقسم الى اثنين بروسيس ايه هما؟ ها مجزلني. ليه انقسم؟ ليه؟ بص على فكره انقسم ليه؟ عشان دي اول خطوه في تكوين شكل الوش. ده ده البق. واحد مننا بيطلع بقى ايه؟ واحد بيطلع بقه واسع، بقه ضيق، ها بقه منمنم، بقه مش عارف ايه، كل ده مرتبط بايه؟ ده بقك ده ها مرتبط بمين؟ بالمجزلري والمندبل. دول يتنون بقى ايه؟ يقفلوا، يقفلوا على بعض، يعني مجزلري والمندبل قفلوا على بعض جامد قوي، الدنيا قفلت قوي، يبقى بقك منمنم صغنن. ها ما قفلوش قوي، واحد مننا ما قفلوش المجزله والمانديبولر، يبقى بقى مجزلني ومندهم، ادي مكان البق. ده مكان اول، بص اهي مكان البق هيبقى ايه؟ مكان البق هنا اهو، ده ما بين المجزلري والمانديبولر هيبقى ده البق. تمام؟ ادي شكل الارش. يبقى انا دلوقتي ها عرفت ايه الارش؟ اقول تاني، هعيد تاني كده بسرعه اللي انا قلته، ملخص. لخص الكلام اللي انت قلته كده، ها لخص الكلام. شوف نفسك لو مش فاهم حاجه اسالني. ها لو مش فاهم حاجه. ها الارش ده عباره عن الامبرو بعد الفولدنج بقى عباره عن ايه؟ فور برين سويلنج مكان الهيد، بريكارديال سويلنج، وفي النص لا الرقبه دي فيها كلاكيع. كلاكيع دي سته بس خمسه جنريت. الكلاكيع دي اسمها فارنجال ارش او برانكيال ارش. الارش دي عباره عن ايه؟ حللناها عملنا فيها كرونال سيكشن، هنا من بره خلايا اكتودير ومن جوه خلايا اندودير وفي النص خلايا ايه؟ ميزودير. ها الارش ما بينها وبين بعضها من جوه في خمسه حاجه اسمها ايه؟ باوتش. عددهم خمسه ومن بره الاكتودير في ديبريشن اسمه ايه هنا؟ الكليفت. من بره الكليفت ده خارجي والباوتش ده جوه والارش نفسه ميزودير. الارش نفسه هيتكون فيه ايه؟ ثلاث حاجات افتكر، كارتلج ها ونيرف وارض. الكارتج ده اتكون من ميزودير، هيعمل حاجات سكليتال وهيتكون حواليه مصر. طب النيرف ده جاي منين؟ جاي من الهايند برين. طب النيرف ده جاي من الهايند برين، كرينيال نيرف. ها النيرف ده نوع ايه؟ ميكس. تدور على الكرينيال نيرف كده ال 12 الميكس اللي فيه، تلاقي دول رايحين القش. ها معايا ميكس. طب الارض اللي هنا، الارض ده بيعمل ايه؟ بيربط حاجه اسمها الفنترال اورطه، الاورطه الامامي ها بالدورسال اورطه، الاورطه الايه؟ الخلفي. بيعدي فين؟ في الارش. ها معايا اهو المنظر ده، عددهم سته وخمسه ديجنريت. تمام؟ شكل الارش من بره ايه؟ اول ارش ينقسم الى اثنين بروسيس، ماكزيلري ومانديبولر، ده يقول لك لونج بيقابلوا بعض. اما المجزلري شورت ها وما بين المجزلري وتحت المندبل هيتكون فتحه ايه؟ بق. دي فتحه البق بعد كده ماوس كابيت، هيبقى ده الماوس. ها تحت دي الارش هتبتدي تكون الحاجات اللي تحت دي، الحته اللي تحت خالص دي بيسموها هايبو برانكيال ايمو. تمام؟ ادي شكل الارش. طيب معايا اولاد كده؟ معايا في الكلام ده ولا لا؟ حد مش معانا؟ حد عايز يسال في حاجه في الكلام؟ اتفضل. ايه الاورطه الاماميه؟ طالع من الهارت، ده اللي طالع من القلب، يعني القلب ده اهو، بص القلب هنا، القلب اهو. اورتك ساك طالع منه هنا. ها وبيتصل بورق حاجه اسمها دورسال اورتا عن طريق ستة ارش اللي انا قلت لك عليهم دول. ها الاورتك ساك اللي طالع من الهارت، هقول لك هيعمل ايه دلوقتي؟ هتفهم لما يعمل ايه؟ ها اي حد نفسه يسال في حاجه؟ نعم؟
مين اللي على الشمال؟ ده الناحية الثانية. ده اهو دي الاورطة الاكسيال اهو، دول اسمهم اورطة ار، واللي ورا دول ده دورسال اورطة، الاثنين زي بعض. اثنين اه بيتاخدوا مع بعض كده. يبقوا اثنين وبيتعمل له سكة دورسال اورطة. ها؟ خلاص يا جماعة؟ ها؟ طيب لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي الصفحة اللي دي ده الكلام ده كله المفروض أعرفه في صفحة. ده ما بيجيش سؤال. ايه السؤال؟ حط ايدك على السؤال. حط ايدنا على السؤال، اما تيجي تذاكر بقى. ها؟ معاك؟ معلش لازم عشان مش هقول لك بس سؤال على طول. ها؟ معايا؟ احنا مش برنامج يعني اوائل الطلبه، هقول لك السؤال، السؤال والاجابه. ها؟ لا بص معايا. السؤال يا جماعه بيجي ايه؟ ها؟ في الفرنجال ارش هم ثلاث اسئله. ديريفاتيف اوف ذا فرنجال ارش بيعملوا لها جدول. او ديريفاتيف اوف ذا فرنجال كليب كلمتين وربط غطاهم، او ديريفاتيف في الفرنجال باوتش. هم ثلاث اسئله. ايه الاسئله؟ ها؟ ايه السؤال بيجي فين؟ ثلاث اسئله في الحته دي. جدول اسمه ديريفاتيف اوف ذا فرنجال، الجدول ده تحفظه حفظ. جدول ده اكتب عليه، هو ده الحفظ. الصفحه الاولى دي ها الشويه الاولين دول للفين؟ معايا عشان تعرف السؤال بيجي لي فين؟ derivatives of the فرنجال ارش، خليك معايا. derivatives يعني الحاجات اللي طالعه الارش ده هيعمل ايه بعد كده؟ الارش ده هيكون ايه في الهيد والنيك؟ هيكتب لي تحت الجدول ده، هتلاقي الجدول ده derivative كل ارش وقدامه، قدامه يا جماعه اربع عناوين. بص اربع عناوين. سكيليتال ها وماسكولار ونير وارت. كل ارش ها ميزودير هيطلع حاجات سكليت، سكليت دي جايه من كارتلج. وفي نيرف في الارش، كل ارش ليه نيرف، ده انا عارفه، متاكد ان انا عارفه. ها وفي ارتري في الارش، الارت ده هيجي منين هقول لك دلوقتي، جاي من اورتيك ارش ده هيبقى ايه. ها تمام. وفي ايه كمان؟ في ماسل، المصل دي هي مصل سبلاي بالنيرف ده، النيرف ده الكرينيان، النيرف ده اي نيرف هنا هو ميكس موتور وسنسور. المصل اللي طالعه من الارش هي مصل سبلاي بالنيرف ده. اديني مثال مثلا، يعني المصل بتاعه الفيس، مثال ها المصل بتاعه الفيس سبلاي بنيرف اسمه ايه؟ سبلاي بنيرف اسمه ايه؟ فيشيا. والمصل بتاعه الفيس تطلع من اي حته؟ لو قال لي ها، لو قال لي النيرف بتاعه طالعه منين؟ من السكند ارش. اللي النيرف بتاعها اسمه ايه؟ ها فيشيال. النيرف بتاع السكند ارش مين يا عم؟ النيرف ده فيشيال، فيشيال نيرف. معايا؟ ها فالمصل اللي طالعه من الارش هي مصل سبلايد بالنيرف ده. ما احنا اتفقنا ان النيرف ده ميكسد موتور وسنسور، الموتور اللي فيه بيدي المصل اللي طالعه من الارش. ها النيرف ده بيدي المصل. معايا؟ لو انا مذاكر النيرفات دي على فكره، لو انا مذاكر النيرفات هيد ونيك هقول المصل بمنتهى السهوله. هقول المصل دي بمنتهى، يعني تخيل كده انت ذاكرت الابر ليب في سنه اولى، قال لك ايه مثلا؟ قال لك في نيرف اسمه الميديان نيرف، طبعا مش فاكر حاجه دلوقتي انا، ها في نيرف اسمه الميديان، قال لك بيدي ايه مصل؟ لو انت في سنه اولى كنت زمان يعني جابوك كده من ست شهور فاتوا معايا، الميديان نيرف بيدي ايه؟ كنت هتقول الميديان نيرف بيدي ايه؟ ميروني تورتيلس وفليكسور كاربي رادياليس وبالماريس لومبس وفليكسور سوبرفيشاليس، وخش في الهاند بيديني ايه؟ مجموعه ونص بس، يعني دول ما سهله. انما لو جبتك كده في اول السنه اللي فاتت قلت لك الميديا نيرف بيدي ايه؟ ليه الميديا نيرف؟ مين ده؟ ميديا مين الميديا نيرف؟ مين ده؟ ولا اعرفه. ها معايا؟ لما تذاكر النيرفات دي هتلاقي المصل ده دي بمنتهى السهوله، سهله جدا. المصل دي سهله، هي سبلاي بالنيرف. المصل اللي طالعه من الارش سبلاي بايه؟ بالنيرف، تمام؟ طيب هيمسك لي الارش كده، تعالى بقى عشان نقول ها في حاجات سكليتال. سكليتال ها حاجات سكليتال. سكليتال بص لي على الرسمه دي، انا عايز الرسمه دي. ايه حاجات السكليتال بتاع كل ارش؟ ها حاجات سكليتال. سكليتال ده يعني بون وليجامنت. ها بون وليجامنت. معايا كده؟ خليك معايا.
اول ارش انا راسم الرسمه دي كده، اول ارش عباره عن ماكسيلاري ومانديبولار. الماكسيلاري بروسيس ما قالش سيرته في الجدول، بس عشان افهم ماكسيلاري بروسيس هيعمل الماكسيلا بالزيجوماتيك بون بعد ميه هنا اسمها التمبرو. يعني انا كان عندي حاجه اسمها ماكسيلاري بروسيس ولا امبريو، عملت لي الحته دي كده. الحته دي عباره عن ايه؟ المنطقه دي عباره عن ايه؟ عظم. ها لو انا قلت لك العظم هنا اسمه ايه؟ تعرف؟ ما تعرفش لسه، لسه ما دخلتش سنه ثانيه. العظم ده اسمه ايه؟ اهو ماكسيلا وزيجوماتيك وتمبرال. ها المجزلة بروسيس بيعمل الحته دي اهي، المجزلة بروسيس، ها البونه دي. طب انزل تحت بقى المانديبولار بروسيس. هو الفيرست ارش عباره عن ماكسيلا، ده الفيرست ارش. يعني الحته ها المكان الوش ده اهو، المكان ده كده، ده كان الفيرست ارش وانا امبريو. ماكسيلاري هيعمل الجزء الفاير، امال المانديبولار بروسيس ها هيعمل ايه؟ دايما اكتب الفيرست واحد وتحت واحد. المانديبولار بروسيس هيعمل لي ايه بقى؟ هيعمل لي اول حاجه عظمتين فوق خالص جوه خالص اهو في الودان. ايه ده انا عندي عظم في الودان؟ اه تصدق ده انا عارفه من واحنا في ثالثه اعدادي. تسمع عن ثلاث عظمات، واحده اسمها المطرقه، واحده اسمها السندان، واحده اسمها الرجال. المطرقه والسندان والرجال. المطرقه يعني الشاكوش. جوه ودنك كده عظمه عامله زي الشاكوش، مطرقه. ها والسندان يعني الاجنه اللي بينضرب عليها. السندان والركاب عظمه، الاثنين دول راكبين فوق عظمه ثالثه. ها معايا؟ المطرقه والسندان والركاب. ها المطرقه ها يقول لك عليها ازاي بقى؟ المطرقه اسمها ميليس. المطرقه دي يعني عظمه اسمها دي عظمه في الودان. والسندان ها ترجم معايا. افتح بقى الحته اللي هتذاكر من السندان اللي هو ايه؟ انكس. ها ميليس وانكس دول على فكره في الودان. هيطلعوا منين يا عم دول؟ في الفيرست ارش. ها طب انزل تحت شويه. ها هنخش بقى على السكال، في حته كده في عظمه السيفينويد اسمها سباين اوف سيفينويد. حته في السيفيرويد وخلاص عظمه في السكال، هتطلع من الفيرست ارش. ها طالعه من الفيرست ارش. بص معايا يا جماعه، ركزوا معايا عشان تفهم الكلام. في ليجامنت ماسك من السكال نازل على المندبل، ماسك من السكال لغايه المندبل، ماسك في السيفينويد لغايه المندبل. يسموا الليجامنت ده ايه؟ اسفينو ها مانديبولار ليجامنت من الفيرست ارش. ها بعد كده المندبل نفسه، المندبل فاكر المندبل نوعه ايه؟ مندبل اوسيفيكيشن نوعه ايه؟ واحد قال لي المندبل اوسيفيكيشن نوعه ايه؟ اقول له ممبرين وكارتليجينوس. ممبرين بيتكون حوالين الكارتليج اسمه ايه؟ ليه اسم بقى؟ واحد قال اسم الكارتليج ده اسمه ميكلز. ها ممبرين حوالين الميكلز كارتليج، في كارتليج هنا اللي هو الكارتليج بتاع الفيرست ارش. ها قال لي بيتكون ممبرين حوالين كارتليج اسمه ايه؟ ميكلز. الفيرست ارش هيطلع ايه سكليتال يا جماعه؟ معانا ورا ولا لا؟ هيطلع ايه سكليتال؟ احفظ معايا، هو حفظ اه بس لازم خلي سهل، خلي الحفظ سهل. الفيرست ارش هيطلع ايه؟ ها ميليس مطرقه، انكس ها السندان ها حته في السيفينويد لو ما افتكرتش ايه مش مهم دلوقتي. ليجامين اسمه سفينو رايح على المندبل. ها المندبل نفسه في حاجه اسمها لينجولا مندبل. معايا؟ ها المندبل نفسه هيتكون من برين حوالين كارترج اسمه ايه؟ ميكلز. الفيرست ارش هيطلع الحاجات دي كلها سكليتال. سكليتال اهي بص واخده ايه المكان ده كده اهو. سكليتال الفيرست ارش هيعمل لي حاجات من اول وداني من جوه وداني لغايه هنا تحت. هيعمل لي الحته دي فيرست ارش اهو. فيرست ارش كان هيعمل لي الحاجات هنا. طيب ها والمجزله اللي فيه بيعمل المجزله فوق والتمبورال فوق. ها طب انزل تحت شويه السكند ارش هيعمل ايه سكليتال؟ هيعمل ايه سكليتال؟ هيعمل عظميه برضه في الودان. ها ثالث واحده بقى اسمها ستيلز اللي هي العظمه الركاب. قلنا ميليس وانكس. ثالث واحده اللي تحتهم اسمها ستيلز معموله من السكند ارش. اطلع بره في السكال. ها في حته بارزه كده في عظمه السكال اسمها ستايلويد بروسيس. اسمها ايه؟ ستايلويد. دي طالعه منين؟ الستايلويد بروسيس خليك معايا طالعه من السكند ارش. سكند ها ستيبلز ها ستايلوي بروسيس ها. طب ايه العظمه اللي تحت المندبل؟ انا عايز السكند ارش اعمل عظمه تحت المندبل. ايه العظمه دي؟ تسمع عن عظمه اهو. في عظمه هنا اسمها الهايويد بون. اسمها ايه؟ الهايويد بون.
قال السكند ارش هيعمل ليجامنت رايح الهيويد بون اسمه ستايلو هيويد ويعمل هيويد مش كلها مش كل الهيويد بون. الهيويد بون دي شكلها عامل ازاي المنظر ده ولا بص المنظر ده هيويد بون لها ايه لها حته طالعه لفوق كده قدام اسمها ليزر هول ليزر هول ولها بودي ولها جريتر هول. السكند ارش هيعمل ايه هيعمل الليزر هول وحته من البودي ليزر هول وابر بارت اوف ذا بودي. سكند ارش هيعمل يا جماعه خليكم معايا هيعمل ايه ليزر هول وحته من البودي. ها ده السكند ارش بتاع ايه هيعمل ها جزء في الهيول بون مع الستيبس مع الستايلويد بروسيس مع ستايلو هيول ليك. دايما السكند ارش قول افتكروا كده وانت بتحفظه بحرف الاس اس ها السكند بيعمل ستيبس اس ستايلويد بروسيس ستايلو هيول ليجن ليزر هول اس ليزر هول بتاع الهيويد بون الحته اللي في الهيويد بون اللي فيها حرف الاس ليزر هول بيعمل حاجات افتكرها بحرف الاس كده حاجة. ده السكند ارش. امال السيرد ارش هيعمل ايه يا اولاد؟ السيرد ارش سيرد حد معانا يا كريم ها كريم ورا السيرد ارش هيعمل ايه؟ بص على الرسمه يا كريم قول لي السيرد ارش هيعمل ايه؟ هي سكليتال هي سهله قوي هيعمل حاجه واحده والله حاجه واحده بس لو بصيت على السبوره هتقولها لي هيعمل ايه؟ ايه الحته اللي ورا في الهيويد بون كبيره قوي دي؟ جريتر هول وحته من البودي. سيرد ارش هيعمل ايه؟ الجريتر هول وحته من البودي. هيويد بون، هيويد بون معموله منين؟ من السكند ومن السيرد ارش. تمام؟ ها؟ امال الفورس ارش هيعمل ايه؟ الارش الرابع هيعمل ايه؟ ايه تحت الهيويد بون؟ ها؟ تحت الهيويد بون هنا، تحت الهيويد بون في كارتريدج، ها عامل زي البوم كده كارتريدج، بيبقى بارز في المين؟ ها في الرجاله، الرجاله الرفيعين، الرجاله التخان لا، الرقبه هنا لا، كارتريج في الرجاله الرفيعين، عمرك سمعت عليه اسمه ايه؟ اسمه بالعربي ده انا عارف اسمه تفاحه ادم. عمرك كان سمعت عن حاجه انا اسمها تفاحه ادم؟ ها اسمها ايه بالانجليزي بقى تفاحه ادم دي؟ اسمها ايه بالانجليزي؟ اسمها ثايرويد كارتريج. ثايرويد كارتريج. ها ثايرويد كارتريج. ثايرويد كارتريج ده لارنكس. هنجرة لارن معايا يا اولاد خليكم معايا بس ها ثايرويد كارتريج لارنكس طالع منين؟ طالع من الفورس ارش ها طالع من الفورس ارش تحت الايه؟ تحت الهيوي. طب تحت الثايرويد كارتريج بقى ها في ايه؟ بقيه اللارنكس اللارنكس فيها كارتريج تاني طالعه من السكس ارش اسماء الكارتريج تاني هنعرفهم بعد كده في اللارنكس واحد اسمه كيريكويد واسمائهم جنسة شويه دلوقتي كيريكويد واريتينويد وكورنيكوليد وكيونيفور بقيه الكارتش اللي في اللارنج خليهم بقيه الكارتش لغايه ما نعرف ايه الكارتش دول ها بقيه الكارتش طالعه منين؟ طالعه من السكس ارش ها حد مركز معايا نقدر نقول بقى اول ارش ايه سكليتال ها بص على الرسمه دي اول ارش هيطلع ايه حاجات سكليتال جمع كده حاجات قول معايا اول ارش هيطلع ايه سكليتال ها هيطلع ايه تقدر تقول محدش قال حاجه ها ميلياس ها وانكس وحته في السيفيرويد بون وليجامنت اسمه سفينو مانديبولار ومانديبول اول ارش هو اول ارش اهي عند اول ارش الحته دي طب تاني ارش تحته جاي برضه من فوق كده تاني ارش طلع ستيبس في الودان ستايلويد بروسيس ها بيطلع ليجامنت اسمه ستايلو هيويد ده كلها دريفاتيف ستايلو هيويد بيطلع حته في الهيويد بون الابر بارت بتاع البودي والليزر هورن هنا ها طب تالت ارش هيطلع ايه؟ بقيه الهيويد طب رابع ارش هيطلع ايه؟ ها ثايرويد كارتريج طب سادس ارش خامس مفيش ها طب سادس ارش هيطلع ايه؟ بقيه الكارتريج بتوع اللارنكس اللارنكس دي على فكره الحنجره عباره عن كارت منها ثايرويد كارتريج كبير وفي كذا كارتريج كمان بقيه الكارتريج طالعه منين؟ طالعه ها من السكس ارش تقدر تقولهم تاني؟ ها اول ارش هيطلع ايه؟ حد مركز؟ ها تيجي نحفظ اول ارش هيطلع ايه؟ ها ميليوس وانكس مطرقه والسندان ها هيطلع حته في السفينويد سفينو مانديبولار ها مانديبول طب تاني ارش هيطلع ايه؟ ها ستيلز عظمه في الودان اسمها الركاب ستايلويد بروسيس ها ستايلو هيويد حته في الهيويد بون اللي هي الليزر هورن والابر بارت اوف ذا بودي ها تاني ارش طب تالت ارش بقيه الهيويد
طب رابع قرش ها ثايرويد كارترج، انا نازل تحت بعد الهيود في ثايرويد كارترج. طب بعد الثايرويد كارترج ها تحت خالص في ايه؟ بقيه الكارترج بتاعه اللب. ها كل قرش هيطلع اسكيد، خلي بالك خامس قرش ايه؟ ديجنريتد. معانا يا جماعه خامس قرش ايه؟ ديجنريتد. كل قرش هيطلع ايه؟ دريفاتيف. لازم اعرف ماشي. طيب في خانه النيرف بقى في كل قرش ها معايا اولاد؟ في خانة تعرف تقول لي كل قرش نيرف بتاعه اسمه ايه؟ سهلة بقى بتاعتك دي بقى، تعرف تقول ولا لا؟ أول قرش نيرف بتاعه ايه؟ أول قرش مانديبولار. خلاص بقى اشمعنى في اكسل؟ طب تاني واحد فيشيال، طب تالت واحد جلوسو فارينجيال، طب رابع واحد سوبيرو لارينجيال بالفيبس، ده برانش بالفيبس سوبيرو لارينجيال. ها سوبيرو لارينجيال في نيرف رايح اللارنكس طالعة من رابع وسادس قرش، رابع وسادس قرش بيعملوا الحته اللي تحت في النك اللي هي اللارنكس حنجره. ها معايا؟ النيرف اللي طالع من رابع او رايح رابع قرش سوبيرو لارينج جاي من الفيجاس. ها تمام. طب سادس قرش النيرف بتاعه اسمه ايه؟ ريكارنت لارينج. خلي بالك الريكارنت ده هو انفيرو لارينج بس ما يقدروش يسموه انفيرو، يعني في سوبيرو لارينجيال انت عارف اخوه اسمه ايه؟ انفيريور، بس ما فيش انفيريور يعني في الاناتومي كده ما فيش حاجه اسمها انفيريور لارينجيال. امال بيسموه ايه؟ ريكارنت. ليه سموه ريكارنت؟ لانه ساب ورجع مرتد. الريكارنت يعني ساب الفيجاس قال له فيجاس انزل انت وانا هرجع تاني لفوق، فبيسموه ايه؟ ريكارنت لارينجيال. ها معايا كده؟ فكل قرش النيرف بتاعه ايه؟ ها انا عارفه ميكس كرينيال نيرف ايه؟ ميكس. خانه النيرف عرفته ولا لا؟ اول واحد اول واحد وتسمى معايا ها مانديبولا. اطلع حافظ بس الحته دي. اول قرش نيرف بتاع مين؟ مانديبولا. اشمعنى مانديبولا؟ ان اول نيرف ميكس. تاني واحد ها فيشر، تالت واحد ها جلوسو فارينج، رابع واحد جاي من الفيجاس اسمه ايه اللي جاي من الفيجاس؟ سوبيرو لارينج، سادس واحد جاي من الفيجاس برضه اسمه ايه؟ ريكارنت لارينج. ريكارنت ايه؟ لارينج. تمام ادي النيرف. طب في خانه المصري هي المصل اللي سبلايد بالنيرف. يعني ايه؟ يعني مثلا طب المصل دي ممكن ما احفظهاش دلوقتي، المصل دي مش مشكله، ما تقعدش تغلب نفسك دلوقتي، هتبقى سهل قوي لما تذاكر النيرفات دي في الهيد والنيرف. يعني ايه؟ يعني مثلا المانديبولار نيرف بيعمل سبلاي حاجه اسمها مصل اوف ماستيكيشن. ها بيعمل سبلاي مصل اسمها مايلو هيوز، ما تعرفهاش دلوقتي، اما تذاكر هيد والنيرف هتبقى سهل قوي. ها بيعمل سبلاي المصل او المصل اللي طالعه من القرش هي المصل اللي سبلايد بالنير. يعني مثلا الفيشل، فيشل ده حبيبنا هيقول لك ايه؟ المصل اللي طالعه من السكند ار، اقرا كده مصل اوف ذا فيس، مصل اوف ذا سكال. عارف مينهم دول؟ مصل اوف ذا فيس طالعه منين؟ من السكند. مصل اوف ذا سكال طالعه منين؟ من السكند. معايا؟ وفي مصل ثانيه سبلايد بالفيشل، مش دول بس الوحيدين. فالمصل اللي سبلايد للفيشيال هي اللي طالعه من السكند وهكذا. يعني ايه؟ الجلوسو فارينجر ده كان رقم تسعه. ها بتاع ثالث قرش بيدي ايه؟ بيدي مصل واحد. جلوسو فارينجر ده على فكره جلوسو فارينجر ده نيرف وفي، عدى على مصل كتير وقريب، عدى على مصل كتير وقريب، كده نيرف حاله عدى بس ما اداش في حياته الا هي مصل واحده. ها حبوا بعض هو والمصل دي، حكايه مصل ونيرف. المصل دي اسمها ايه؟ كاتبها لك عندك، اسمها ستايلو فارينجس. ستايلو فارينجس ها جلوسو فارينجر ادى مصل واحده اسمها الستايلو فارينجس. ها معايا؟ نفس الكلام سوبيرو لارينج ادى مصل واحده في اللارنكس. المصل دي ممكن تاجل حته المصل ها عشان بس ما تحفظش كده لما تذاكر النيرفات. تمام. طيب بعد كده في خانه الارتراهات، يا جماعه ركزوا معايا، الجماعه اللي ورا عرفت الاسكليتال؟ ها عرفت النيرف؟ ها ميكسل كرينيال نيرف ميكسل. عرفت المصل سبلاي بالنيرف؟ في خانه الارتراهات بقى بص معايا، بص معايا على الرسمه دي، بص معايا بقى. بصوا معايا يا ولاد على الرسمه دي. احنا بص معايا لو سمحت، خليك معايا بقى، خليك معايا عشان توصل. انا عايز نفسي انت توصل للمعلومه بنفسك. يعني ايه المعلومه يا جماعه؟ مش حفظ بس، يعني لو انا توصلت لها كده بفهم هتبقى كويسه. ده الاورتكس هيك، الاورتكس هيك ده فنترال اورتكس. احنا في الادلت، احنا في الادلت ما عندناش حاجه اسمها اورتكس هيك. احنا كادلت ما فيش حاجه اسمها اورتكس هيك. امال عندنا ايه؟ ايه اللي طالع من الهارت؟ لو واحد قلت لك الاورتكس هيك في الايه طالع من الهارت؟ ماشي. طب احنا في الادلت
يا جماعه خليكم معايا. احنا في ايه اللي طالع من الهارد؟ اقول لك احنا عندنا حاجه طالعه من الهارد كده جايه من ناحيه اليمين، وحاجه جايه من ناحيه الشمال. ايوه ما انا عارفهم دول. ايوه دول سهلين قوي. ايه ده؟ ايه اللي طالع من الهارد من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال؟ طبعا سهله. تقوم انت قايل لي ده هو اسمه بالموناري ترانك، وتقوم انت قايل لي ده هو اسمه اسندنج هات اورتا. دول طالعين من الهارد، بالموناري ترانك واسندنج اورتا. الاورتك ساك ده ها بيتحول الى بالموناري ترانك واسندنج بتقسم ها. وايه كمان؟ الاسندنج اورتا ده بيطلع منه حاجه اهو برضه اورتك ساك، ويكمل كده بحاجه دي اورتك ساك اهو. ها معايا الاسندنج اورتا بقى هنا غير اسمه وطلع منه الحاجه دي وكمل. ايه ده؟ ده الارش بتاع الاورتا. ارش. امال ايه ده اهو؟ اول حاجه طلعت من الارش، في حاجه كده طالعه من الارش اسمها ايه؟ ده اهو اسمها براكيو ها سيفاليك ارتم. كل ده ها كل ده المكان الحته دي. ها ده بالمونة ترانك، السنج اورتا، ارش في اورتا، براكيو سيفاليك ارش بتاع الاورتا. معايا؟ ده مكان مين؟ الاورتك ساك. طيب انا عايز الاورتك ارش دي هتبقى ايه؟ ها خليك معايا واحده واحده كده. اول ارش، اول ارش ها اول ارش خليك معايا عشان هنفهم واحده واحده. اول ارش ها ديجنريتد ما عدا اخر حته فيه، هتطلع ارتري. الارتري ده اسمه ماكزيلاري. ماكزيلاري ها ما سمعناش عليه لسه او سمعنا عليه خفيف. ماشي استنى بقى واحده واحده. تاني ارش ها تاني اورتيك ار ديجنريتد ها ما عدا اخر حته في ارتري اسمه ستابيديال، برضه ولا سمعنا عليه ولا حاجه. ستابيديال يمين وشمال زي بعض. معايا ولا سمعنا؟ خليك معايا بقى واحده 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 كده. طيب تالت ارش ها تالت ارش هيفهمني في حاجه ها من تالت اورتيك ارش طالعه من الحته دي كده اهو، ده رقم تلاته. حاجة طالعة من هنا وتروح الحاجة دي مقسومة إلى اثنين، أدي واحد أهو. ها واحد تاني أهو. أهو يا ترى إيه دول؟ طب استنى. ها والمجزلري ده أهو اللي كان طالع من أول أرش ها يشبط هنا، يبقى طالع من الحتة دي. والاستابيديال ده أهو رايح الودان، استابيديال رايح لعظمة اسمها ستيبس، يشبط هنا طالع من هنا. هو ايه ده؟ حاجة طالعة من القرش في أورطة واتقسمت اتنين. دايما ممكن ده نقول عليه كومون كاروتيد. ايوه ها معايا فكر معايا. طب ده اهو اللي طالع منه المجزلري في اخره اكسترنال كاروتيد، والتاني ده اهو مين؟ انترنال كاروتيد. انترنال كاروتيد ها عند الودان كده لسه ما درسناش الكلام ده، بيطلع استابيديال. ها تالت قرش هيعمل نفس الكلام الناحيات اهو من عند البراكيوسيفاليك، اروح مطلع تالت ارش اهو يعمل لي واحد الناحيه دي ها واحد الناحيه دي اهو ده كده. المجزيلاري يشبط في ده والاستابيديال يشبط في ده ها. تالت ارش هيطلع ايه؟ تالت ارش هيطلع ايه بقى؟ قول ها كومون كاروتيد ها واكسترنال ها وانترنال. عيله الايه الكاروتة طالعه منين؟ من تالت ارش. طب استنى شويه هنفهم اكتر. طب رابع ارش، رابع ارش ناحيه الشمال هيكمل ده كده، وناحيه اليمين هيبقى طالع كده اهو. ايه ده؟ هيبقى ايه؟ رابع ارش ناحيه الشمال هيكمل ويطلع منه ارتري بعد كده اليمين. ناحيه اليمين هيبقى ده درايكم الكاروتة. اسمي ده ايه؟ ها اسميه ايه؟ حد يعرف؟ رايت سبكليبيان. تمام ها طيب ها رابع ارش ده رابع ارش هنا هيطلع منه ها لف. وايه ده؟ لف صفي ده ايه؟ ارش برضه بتاع الاورطة، ارش اوف اورطة، الارش بتاع الاورطة في الاناتو. رابع ارش ناحيه اليمين هيعمل ايه؟ ها رايت سبكليبيان. ها ناحيه الشمال هيعمل ايه؟ ارش اوف اورطة. خامس ارش مش هيعمل حاجه. هقولها تاني همسحها اقولها تاني من الاول، انتوا مش مركزين معايا ها مش مركزين ها مفيش ما جاتش. انا هقول خلصها اقولها تاني ها. خامس ارش مش هيطلع حاجه. طب سادس ارش،
سادس اورتك ار هيطلع ار 3 واحد شمال واحد يمين اهو. يا ترى مين دول؟ تعرف تقول لي مين دول؟ رايت بالمونري وليفت. طب في حاجه ناحيه الشمال زياده، بص بقى هرسم لك حاجه كده ناحيه الليفت طالعه من سادس ار، يا ترى تقدر تقول لي ايه؟ حد يعرف يقول لي ايه؟ ار بلس ار. طب بص معايا تاني بقى، نمسحها ونقولها من الاول ليه؟ امسحها ولا اقولها عليها؟ بلاش امسحها. اول ارش، اول ارش هيطلع من عنده ها مجزله، مجزله ده هيشبط بعد كده في السنه كروز برانش منه ها. طب تاني ارش هيطلع من عنده ها ستابيديا، ستابيديا ده رحله ايه؟ للاير. تاني ارش هيطلع من عنده ستابيديا ده برانش من الانترنال كروز. طب تالت ارش ها يمين وشمال زي بعض دلوقتي، تالت ارش، تالت ارش، تالت ارش ها كومون كاروتيد ها واكسترنال طالع منه وانتر هيتقسم اتنين. كومون ها كومون ناحيه الشمال طالع من الارش في الاورطة ها. طب ناحيه اليمين طالع منين؟ ها من براكتوسيفالي، ده تالت ارش. طب رابع ارش التالت اهو، انا كاتب لك على ده ثلاثه في الرسمه، في الرسمه اللي معاك ها. طب بعد كده رابع ارش، رابع ارش هنا ها هيبقى ارش في اورطه شمال ناحيه اليمين هيبقى ايه؟ رايت سب كليفيان ها، رايت سب كليفيان يمين وارش في اورطه. طب خامس ارش مش هيعمل حاجه. طب سادس ارش هيبقى بالمونري ارتري وناحيه الشمال في حاجه زياده اسمها ايه؟ دكتس ارتريوز. طب في حاجه هنا هو خلي بالك، في نيرف ها بيلف تحت رابع ارش بنلاقيه ها في الثوركس هنا، وبنلاقيه ها في النيك على ايه هنا؟ مين النيرف اللي كان بيلف تحت رابع ارش؟ ليفت ها ورايت ريكارنت. ليفت ريكارنت كنا بنلاقيه فين؟ ها التابس تحت الارش في اورطه. الرايت ريكارنت بتاعه ها طالع تحت رابع ارش برضه، بس بلاقيه في مين؟ تحت الرايت سب كليفت اللي هو قصاد رابع ارش، ده رابع ارش ولا رابع ارش؟ ها ناحيه اليمين تحت الرايت سب كليفيان، ناحيه الشمال تحت مين؟ تحت الارش في الاول. قولها لي تاني، قولها تاني. اول ارش هيبقى ايه؟ ها حد معايا ولا لا؟ اول ارش هيبقى ايه؟ هيطلع ارتر اسمه ايه؟ مجزله. تاني واحد ها تاني ارش ستابيديا. اول واحد ها مجزله يا اولاد ها خليك معايا. تاني واحد ها ستابيديا. تالت واحد ها هيبقى مين؟ قول كومون كاروتيد ها وعين العيله بتاعته اكسترنال وانترنال. طب رابع ده الثالث اهو، ده الثالث العيله دي. طب الرابع ناحيه هنا شمال غير يمين، شمال الارش في الاورطه يمين ها رايت سب كليفي. طب الخامس مفيش. طب السادس ها بالمونري وفي الشمال ايه؟ دكتس ارتريوس ها. اول ارش طلع ايه تاني؟ نقدر نقول ولا لا؟ سمع معايا، سمع معايا واحفظ معايا. ماكسيلاري. تاني واحد ها ستابيديا. تالت واحد عند الكاروتيد. رابع واحد يمين غير شمال، أول مرة يمين غير شمال. ها يمين رايت سب كليفيا. شمال ها أرش في أورطة. ها الخامس مفيش. السادس ها بالمونري. بالمونري وفي حاجة في الشمال، مين في الشمال؟ ها مين في الشمال يا أولاد؟ دكتس أرتريوس. معايا ها الاورتيك ارش هتبقى ايه؟ يبقى انا عندي ها في الجدول، الجدول ده حفظ، الجدول ده حفظ ها. ايه اللي هيطلع بقى من كل ارش؟ ده المهم، الجدول ده المهم، ده اللي بيجي سؤال. دريماتيف بتاعه الفارنجال ارش سكليتال، سكليتال اقول ايه؟ ها فيرست ارش الحته دي كده ها فيرست ارش ها هو بيتعمل من تحت لفوق. هو مين؟ الحاجات دي بتتكون من اول ما قلنا كده، من اول لا مش مع بعضها في نفس الوقت يعني فوق وتحت، يعني المجزله بيطلع معاك كومون كاروتي ويروح يشابه في الاكسترنا كاروتي وطالع منه معايا ستابيديا اللي انشابه من التبت، هم كلهم بيكونوا مع بعض. ده السيستم ده كله الفاسكولار سيستم بيتكون مع بعض في نفس الوقت، يعني ده بيتكون مع بعض. معايا؟ معايا يا اولاد؟ ها؟ نعم. الليفت، ليفت ايه بقى؟ ليفت سب كليفيان هقول لك ده جاي من حاجه اسمها انتر سيجمنتال ارك. لا ده خليها شويه سب الفاصل معايا، هيجي من حاجه ثانيه معايا. ها ماشي يا جماعه. ها
معايا كده؟ نعم؟ ليفت سب كليبيان، لا ليفت سب كليبيان طالع من حاجه اسمها سيفنس انتر سيكريتور، هقولها لك في الكارديو باسكور دي بعد كده، هنقولها دي كارديو باسكور. معايا كده؟ ها؟ يبقى كل قرش يا جماعه في الجدول عندك ليه ايه؟ ها؟ سكليتال. عرفت يعني ايه سكليتال؟ حاجات السكليتال، ها؟ معايا والنيرف، فهمت النيرف جاي ازاي؟ نيرف، ها؟ لو انت نسيت ومذاكر هيد ونيك هتجيب النيرف بتاع القرش، لو انا مذاكر هيد ونيك خلي بالك، لو انت مذاكر هيد ونيك وافرض قلت ايه؟ انت جاي في الامتحان ده، النيرف بتاع ثالث قرش مين؟ بس انا مذاكر هيد ونيك كويس. ها؟ انا مذاكر هيد ونيك، كنت مذاكر كويس قوي هيد ونيك، بس الامبريولوجي كنت مخدسع فيه. زي كل الناس بتبقى عامله كده. واحد ايه دخل امتحان قبل السنه قال ايه؟ النيرف بتاع ثالث ار، بس انا مذاكر كويس هيد ونيك. امسك ايه؟ الكرينيال نيرف ايه؟ انفضهم في دماغي. اول واحد ها هتبقى مذاكرهم اولفاكتوري سنسوري اوبتيك اول مين يا عم ثالث واحد ميكسد بروس وفرنج معايا هتفتك هتعرف تجيب انت لو انا مذاكر حرف اجيب المص اللي طالعه من الارش مين هي المص لو انا مذاكر كريه هيد ونيك كويس هتبقى مذاكر كويس ها مين المص اللي طالعه من الارش هي المص اللي سبلايد ها بالنيرف لو انا مش مذاكر امبريولوجي قوي داخل امتحان ايه ها امبريولوجي اي كلام بس مذاكر هيد ونيك كويس زي ما انت كده داخل في سنه اولى مثلا كنت مذاكر ابر كويس بس الامبريولوجي كنت ايه ملصمه كلمتين ها معايا فانت داخل مذاكر ها مذاكر هيك ونيك كويس مين المصل اللي طالعه من السكند من الساك فيشيال ها يبقى المصل اللي سبلاي برهم ما انا حافظه هتبقى حافظه المصل اللي طالعه من السكند هي المصل اللي سبلاي بايه بالفيشيال واجيب النيرف ازاي؟ تاني نيرف ميكس تاني كرينيال نيرف ايه؟ ميكس هعرف اجيب اللعبه دي تمام؟ طيب والارتري برضه سهل الحته دي سهله بس لو انا فاهم بتتحفظ ازاي تمام يا اولاد اقولها تاني ولا لا لا طيب الكليبتو لا لازم اقول الجايه بقى معلش 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 والله لازم اقول معلش معلش بص يا اولاد بص عشان تفهم انا عندي افهم اللي جاي دي بقى انا عندي مفروض اربعة كليب الجماعة اللي ورا عندي اربعة كليب واحد اثنين ثلاثة اربعة عندي اولاد اربعة كليب واحد اثنين ثلاثة اربعة الكليب دي يا جماعة الكليب ده ديبريشن على السيرفس ديبريشن على السيرفس ها يعني ايه؟ يعني حتة داخلة لجوه لو انا اتولدت عندي اربعة كليب كنت هتولد عندي اربع فتحات في الجنب يبقى كل واحد مننا عنده واحد اثنين ثلاثه اربعه فتحه. ها اربع فتحات انما الانسان ما عندوش غير فتحه واحده بس في الجنب اسمها فتحه ايه؟ فتحه ايه؟ فتحه ايه؟ قول لي كده فتحه ايه اللي في الجنب ايه؟ ها؟ ايه ده ايه؟ يعني قول معايا ركز معايا بس سيب لي دماغك شويه. ها الكليفت دي عباره عن فتحات. لو انا اتولدت لو احنا اتولدنا كان عندنا في الاول كنا امبرو كان عندنا اربعه كليفت لو ها ربنا خلقنا كده بالاربعه كليفت دول كنت هبقى ادي واحد فتحه الثانيه الثالثه الرابعه هبقى كده عندي ثلاث فتحات تحت هنا زياده انما الحقيقه انا عندي فتحه واحده فتحه مين؟ اكسترنال اوديتوري ميتس اسمها كده الفيرست كليفت ده هيبقى حاجه اسمها الاكسترنال اوديتري ميتس. طب بقيه الكليفت ها بقيه الكليفت نعمل فيهم ايه؟ بقيه الكليفت نعمل فيهم ايه؟ مش عايزين ندفنهم هيقول لك كده الميزودير الميزودير بتاع السكند ارش يكبر يكبر ويزق الاكتودير ودي ده المفروض الرسمه دي ادي السكند كليفت ادي السير ادي الفورس وده الفيرست الفيرست ده عايزينها، الفتحة دي عايزينها. دي الاكسترنال اوديتري ايه؟ ميتس. وجوه خالص ده الاير درام قبلة الأذن. طب التاني والتالت والرابع كليب لا مش عايزينهم، بيحصل ايه؟ قال لي تاني قرش كده يكبر 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 هنا اهو يغطيهم. فاهم؟ معايا يدفنهم، هيقول لك كده بيكام بارد، اندفنوا ويسيبوني حتة كده برضه هتختفي الحتة دي يسموها سيرفايكال ساينس. يعني انا الكليفتات دي ها التاني والتالت والرابع ها مش عايزينهم. ها
احنا عايزين اتنين اول كليفت. اشمعنى اول كليفت؟ يعني عشان يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ اكسترنال اوديتوري فيز. سهل قوي. ها الكليفت هتطلع ايه؟ الكليفت هتطلع ايه؟ ها الكليفت دي حاجات بره فتحات. انا عندي كام فتحه؟ هي فتحه القدام بس. ها عندك حاجه ثانيه؟ دور كده في فتحات ثانيه هنا؟ مفيش. يبقى الثاني والثالث والرابع مش هيعملوا حاجه. ها برد. ها هيدفنوا. تمام؟ طيب انا عرفت الكليفت، قال الكليفت هيعمل ايه؟ طب فكر معايا كده، فكر معايا لو سمحت، فكر معايا. الباوتش ده بقى، الباوتش انا عندي كام بقى؟ انا عندي خمسه باوتش، الخامس ممكن يقولوا ممكن لا. معايا. واحد، ها، اثنين، ثلاثة، أربعة، وفي واحد خامس قلته ما قلتوش مش مهم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، طيب ده حاجات من جوه اندودير الباوتش. فكر معايا كده، فكر معايا، ها. فكروا معايا. لازم نفكر نستنتج المعلومة، لو سمحت استنتج المعلومة. ادي ده انا قلت لك دي اللي تسترنا ايه. يا ترى الفيرست باوتش هيعمل ايه؟ فكر كده معايا. وده الفيرست اهو، الفيرست باوتش ده الفيرست كليفت. الفيرست كليفت عمل اكسترنال ايه؟ يا ترى، ها قول انت بقى، انا سايبها انت التفكير. الفيرست باوتش هيعمل ايه قصاده؟ ايه اللي بعد الاكسترنال ايه؟ اقول لك طب اسهلها لك، دي طبله الاذن، دي طبله الودن، دي بعد الاكس، بعد ما تخش طبلة الودن ايه جوه؟ مش عارف خالص. بعد الاكسترنال ايه في ايه؟ سمعتش؟ الاذن الوسطى بالعربي. اسمها بالانجليزي الميدل اير، او ساعات يقولوا عليها التمباني الكافيتي. ها ده اهي، ها الفيرست باوتش هيبقى ايه؟ الميدل اير، بعد الاكسترنال الميدل. معايا؟ طب الميدل اير دي جوه هنا في فرنك، هل تسمع ان الميدل اير يا ولاد متصله بالفرنكس؟ عن طريق قناه كده، عمرك سمعت عن قناه اسمها قناه استاكيوس؟ ها؟ قناه استاكيوس بتعمل ايه؟ قناه استاكيوس بتعمل ايه؟ بتوصل الفرنكس مع الميدل اير، ليه حد يعرف ليه بتوصل الفرنكس مع الميدل اير؟ ها؟ ليه بتوصل الفرنكس مع الميدل اير؟ ليه تعرف؟ عشان تدخل او تطلع الهواء في الميدل اير عشان تعادل البريشر على الاير درام. ها عمرك ركبت طياره؟ اللي ركب طياره عارف الكلام ده، اللي طلع بالطياره بتطلع ده وده لك ايه؟ اللي ركب طياره ما حدش ركب طياره خالص. عامل ولاد كلهم حدش ركب طياره. بيطلع بالطياره، ها نطلع بالطياره، اللي ركب طياره عارف ودانه بتصفر. واللي طالع بالطياره او نازل. ودانه بتصفر عشان الضغط حوالين المنيل. ها الفيرست باوتش، ما علينا، الفيرست باوتش هيطلع ايه؟ الفيرست باوتش هيطلع التمباني الكافيتي، قول بس التمباني الكافيتي، ها مع حته في الايد درام، وحاجه اسمها ممكن نقول عليها فارنجو تمباني تيوب. فارنجو تمباني تيوب دي يا جماعه هي، ها هي الفارنجو تمباني تيوب. واحد قال لك ايه القناه اللي بتوصل الفارنكس، ها بالميدل اير، بتسمع عليها؟ القناه اللي بتوصل الفارنكس بالميدل اير مين؟ قناه مين؟ ستاكيوس، ستيكيال تيوب اهو. بس انا عايز اعرف دول. ها في حاجه اسمها مصول انترا، مش مشكله دلوقتي. ها ميدل اير، ها تمبانك، ها تمبانك كابيت اللي هو الميدل اير، اير دراب، وقناه ستاكيوس. طيب ده الفيرست باوتش هيعمل ميدل اير. طب انزل تحت شويه، السكند باوتش. ها سكند باوتش حاجه هنا من جوه. لو انا قلت لك ايه اللي قصاد ايدي ده من جوه؟ ها ده يعني الفيرست هيعمل ميدل اير. طب السكند نزلت تحت ايه هنا؟ ايه هنا من جوه؟ ايه هنا من جوه؟ لو اتخرمت الحته دي كده هتلاقي ايه؟ حد يعرف؟ هتلاقي اللوز. اللوز والله هتلاقي هنا اهو اللوز. ها السكند باوتش هيعمل حاجه اسمها ايه؟ تونسل. بلاطين تونسل. ها الفيرست هيبقى ايه؟ عايز ميدل اير واستيكيان تيوب. لو قلت كده حلو. سكند باوتش هيعمل ايه؟ ها تونسل بقى. برايمورديال اوف تونسل يعني نبتة التونسل. تونسل. معايا يا جماعة؟ ها؟ طب السيرد باوتش. السيرد باوتش ده سيرد باوتش. هيعمل حاجتين اتنين مش هيفنهم في الفرنكس. بص معايا. حاجتين اتنين هيهاجروا لتحت. من السيرد بقى حاجه تنزل تحت قوي قوي في السوركس، وحاجه تنزل معاها تحت الثايرويد. الثايرويد جلاند دي جايه من حته تانية خالص، جايه من لسانها، لها حاجه لوحدها كده هنقولها. ها
دي الثيرويد جلال الغده الدرقيه. السرد باوتش هيطلع لي حاجتين اتنين، حاجه تنزل تحت قوي في الثوركس وحاجه تحت الثيرويد. مين دول؟ تسمع عن جلاند بتنزل في الثوركس اسمها السايموس جلاند الغده التيموسيه، ها، ومعاها من السرد باوتش طالع ايه؟ جلاند كده اسمها، يا جماعه ركزوا، اسمها انفيريور بارا ثيرويد جلاند. انفيريور بارا ثيرويد جلاند طالع من السيرد باوتش حاجتين اتنين هيهاجروا لتحت، واحدة هتنزل صورة سايمس، واحدة تحت الثيرويد انفيرو بارا ثيرويد. امال الفورس باوتش، الفورس باوتش ها هيطلع جلاند ورا الثيرويد اسمها سوبيريور بارا ثيرويد. ها خلي بالك، هي الانفيريور بارا ثيرويد طلعت من ايه؟ من السير، بس نزل ليه؟ نزل ده واحد سألك ليه نزل ده؟ ها الانفيرو بارا ثيرويد جايه من السير، ها، ونزلت لتحت قوي ليه؟ لانها هجرت مع مين؟ مين اللي شدتها لتحت؟ مين اللي شدتها لتحت؟ السايموس. معايا؟ السايموس شدتها لتحت، انفيرو بارا ثيرويد. امال الفورس باوتش هيعمل ايه؟ هيعمل السوبيريور بارا ثيرويد ويشارك في عمل الثيرويد جلاند. ويشارك في عمل الثيرويد جلاند بس، ده الفورس باوتش، بيعمل حاجه اسمها معايا بارا فوليكولار سيستمز. ها بيشارك في عمل الثيرويد جلاند. تاني الفيرست باوتش هيعمل ايه؟ فيرست باوتش قول معايا، ها نقول الحته دي ونروح بقى، نقول اول الفيرست كليفت هيعمل ايه؟ فيرست كليفت قول الحته دي معايا ونروح، فيرست كليفت هيعمل ايه؟ ها اهي السنة دي بريميتس معايا؟ ها طب السكن والسيرد والفورس كليفت مالهمش اي حاجه، هيندفنوا مش عايزينهم. طب الفيرست باوتش هيعمل ايه؟ حاجه قصاد ها الاكسترنال اير، ايه اللي قصاد الاكسترنال اير هنا؟ ها؟ ايه اللي قصادها؟ ما تقول معايا. ميدل اير، وقناه اسمها ايه؟ القناه اللي جوه دي؟ قناه استاكيوس. طب السكند باوتش هيعمل تحت الودان، انزل تحت ودانك كده، قول اه ايه اللي جوه هنا؟ تحت وداني، ها؟ فكر كده اللي هو ستونسل. ها؟ طب السيرد باوتش هيعمل حاجتين اتنين هيهاجروا تحت، مين اللي هيهاجروا تحت؟ السايموس ها والانفيريور بارا ثيرويد كده، السايموس والسايموس انزل الصوره الانفيريور تحت الثيرويد. طب الفورس باوتش هيعمل ايه؟ السوبيريور بارا ثيرويد جلاند معايا، السوبيريور بارا ثيرويد ويشارك في عمل الثيرويد جلاند. لو ذاكر كده المجربتي بتاعت الارش الجدول والباوتش والكليب الحصه الجايه بتاعتنا يا جماعه يوم الاحد اجازه، بس هنيجي انتوا عندكم اغلبكم بياخد بايو في كورس بايو يوم الاحد، مش عايزين نضيع عشان الاسبوع اللي جاي كمان اجازه العيد ومش عارف ايه، فمش عايزين نضيع الاسبوع. يوم الاحد البايو المفروض 8، فانا هديكم 9 ونص و11 و11 ونص. هيك ونيك هيك ونيك يوم الاحد.